حضورات الإحرام إحرامنا بزوشي سبب لر نعم يحرم على الرجال والنساء حرام بلوب تراين دي إحرامنا بزار إرابلارا خام خاطبزارغا قص الشعر شاشنك سقرتو تقليم الأظافر ترناقنا كيسو الطيب خوش إسلي مايلار كولانو الجماع يقنق قلو مقدمات الجماع كالتقبيل مثلا يقنق قايل تتران سبب لر أبو مثلا يحرم الصيد شلوي أو شلق طيلة نعم ويحرم على المرأة لبس النقاب والقفازين أطن قزغة طيلة بيتن قبلو نقاب كيو اندي خان كرشاتك كيو وأما الرجال يحرم عليهم لبس المحيط حول الجسد مثل الفلينة السروال القميص الثوب نعم هم إرادارغا طيلة تقلقن كل مكلار شالبارلار مايكلار شندي درسلار طيلان تغطية الرأس بملاصق الطاقية العمامة شلايق باشنا قبلي تران تبتاي يكي يولق هم باشخاطر نرس باشنا قبلي تران نرسلار نعم ولا يمكن أن المحرم أو المحرمة يكون زوج يعني لا يعقد عقد نكاح لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي عقد النكاح هم شلايق نكاح قلو يرامي خطبة قلو يرامي بطيل غنبلا نعم أما استعمال أما اللبس بالنسبة للمحرم يلبس النظارة الحزام هذا لا إشكال فيه أم كوز لكيو مثلا إخرام تشبكت مثلا شو قايش قيو من دبرني بروبلم دا يوك رخصتي تلو يحك الرأس يغتسل باش نقاشو يونو شلاي رخصتي تلو يستعمل الصابون العادي لا إشكال فيه غادي إستي الصابون قلو بلانو شلاي رخصتي تلو